الفلاحة البيولوجية تشكل مستقبلا واعدا بجهة الرباط سلا القنيطرة، يسعى المهنيون إلى تحقيق نقلة نوعية من خلاله على مستوى تنمية وتطوير هذا النمط الزراعي بالجهة، والذي يعرف تنوعا كبيرا بين الأشجار المثمرة والنباتات الطبية والعطرية والخضروات والفواكه. هاد اليوم هذا باش نشجعوا الناس ونوعيوا الناس باش كل ما يديروه في الفلاحة يديروه بيو، لأنه البيو هو الكون، هو الحقيقة، هو كل شيء. ولهذا الدور هذا اليوم هي بحال اللي قلت لكم، نشجعوا الناس باش يوليو تيفلحوا بيو هي معناتهم ما يديروش المواد الكيماوية نهائيا، يديروا المسائل الطبيعية كيف خلق الله. هذا النمط الزراعي الذي يتسم بخلوه من المبيدات الحشرية والأسمدة الصناعية والهرمونات والمضادات الحيوية الخاصة بالحيوانات، يقدم منتجات تحترم البيئة وصحة المستهلكين، ويجد إقبالا متزايدا بين المواطنين بالرغم من صعوبات التوزيع. الوقاية بالتغذية من الأمراض العصرية، فمستقبلا أنا غادي نقول بأنها وزارة الفلاحة هي اللي خصها تكون وزارة الصحة، لأن من خلال داكشي اللي كناكلو ممكن أننا نعالجو ما يمكن علاجه في كل مكونات الجسم ديالنا، بدءا من الجهاز الهضمي إلى الدماغ. الفلاحة البيولوجية يعني ينتظرها الكثير، خصوصا كاين عدد كبير ديال الفلاحة اللي بغاو ينخرطوا يعني في هذا المجال، ولكن كاين قص يعني التعطير بالدرجة الأولى، وتنقص التسويق اللي خصو العمل كثير من طرف الدولة ولا من طرف جميع المنظمين يعني التنظيمات المهنية. ويهدف هذا اليوم التواصلي إلى تحسيس الفلاحين بأهمية الفلاحات البيولوجية من حيث المنتجات الغذائية الصحية والطبيعية والمحافظة على البيئة، بالإضافة إلى إبراز الجهود الحكومية لدعم القطاع من خلال تنزيل مقتضيات استراتيجية الجيل الأخضر.